ماذا لو قلت لك أن شابا مكسيكيا قرر أن مدينة المنصورة لا تطبق شرع الله وقرر أن يجيء ويمارس العمل المصلح في المنصورة هو ورفاقه؟ المنصورة لم تستدعي أحد. هل استدعتك سوريا؟ تقول بعد هذه التجربة لشاب يتصور أن أي ميليشيا إسلامية أنت بتقول له أنها تجربة دنيوية بحتة وصراع على الدنيا صح؟ اللي بيمارسوها بيؤدوا بيها الكتاب. أنت خليت المسلم النهاردة بيشك في كل قضية وكل راية نبيلة مرفوعة، ما بقاش ضامن اللي وراها ايه. يحصل صراع اساسا على الدنيا وعلى المناصب وعلى الغنائم. ما الذي سبب هذا النجاح او هذه الفورة الغريبة في مسألة داعش في قدرتها على اكتساب شباب اوروبي وشباب متعلم؟ العالم مرتاح للناس تروح سوريا زي افغانستان القديمة. امير حدود داعش في حوار خاص مع أحمد الدريني، الجزء الثاني، الثلاثاء، 9:00 مساء على الوثائقية.